غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. ألو ألو. أيوة. سلام ونعمة. أيوة. سلام ومحبة ونعمة. أهلا وسهلا. ربي يباركك ويبارك تعب محبتك. هللويا بريز ذا لورد. معك أبو مريم. أبو مريم من أمريكا حضرتك. أهلا بك أبو مريم. أهلا وسهلا. كيف حالك يا أستاذ ممدوح لمعي؟ لعل حضرتك بخير. الحمد لله دايما إن شاء الله. ممدوح حضرتك خادم مش كده شماس؟ مش كاهن صح ولا؟ أمرني. لا أنا بسأل بس الأول، بس كان عندي استفسار بس عاوز أسأل الأول. حضرتك قصة ولا شماس خادم فقط؟ شماس. أهلا وسهلا بك أستاذ ممدوح لمعي. حضرتك أنت يعني من محبين أبونا نوفير مظبوط؟ مظبوط. طيب ممتاز. أنا صراحة اتصلت بأبونا نوفير وبعدين أيوة أنا اتصلت بيه وبعدين أي معجزة عملها لك؟ الكلام ده بصحيح يا أستاذ ممدوح لمعي؟ السؤال تاني؟ أنا اتصلت بأبونا نوفير وبعدين قلت له أنا سمعت حضر معجزات وكده، قال لي أيوة. قلت له طب أي نوع أي نوع المعجزات اللي بتعملها؟ قال لي أنت عاوز أي معجزة أنا أعملها لك. الكلام ده صحيح؟ الكلام ده صحيح؟ صحيح. يا من المعجزات. طيب أنا عرضت عليه شيء لم يستطيع أن يفعله. إيه؟ انا عرضت عليه شيء قال لي ما اقدرش اعمله. يبقى ما يقدرش. هديك مثال على ذلك. قلت له لو في امكانيه تحيي نيافه الانبا شنوده، قلت له لو في امكانيه تعالج في 10 كهنه ماتوا يا ريت ترجعهم الى الحياه مره ثانيه، او على الاقل تمنع موت الناس كما يقول الكتاب المقدس في انجيل مرقس عندما يقول نعم لتكن اردت الله. اوكي يبقى ما بيعملش معجزات، يبقى ما بيعمل معجزات، ما يقولش انا بعمل معجزات. هو ما جاب سيره الله ابدا. انا كلمته اكني بكلم والعياذ بالله الاله نفسه، الرب نفسه. لا ابويا انا مش كده. اوكي يبقى ما يقولش انا بعمل معجزات. ما يقولش انا بعمل معجزات. ربنا اللي بيعمل المعجزه، لا انا ولا انت ولا ابونا. طب ايه رأي حضرتك؟ هو قال كده. قال لي اللي انت عاوزه كده. انا بقعد مع ابونا نوفير ومقرب من ابونا نوفير جدا، وابونا نوفير ما يقولش كده. حضرتك انا بقول لحضرتك انا حضرتك بيعملها ابونا نوفير. في ناس حابه تصور رفض. طب ممتاز. انا اقول لحضرتك حاجه، احنا عندنا الوقت في الكنيسه المصريه مات اكتر من 10 كهنه، لماذا لم يستطيع ابونا نفير ان هم يحييهم او على اقل تقدير يضع ايديهم؟ تقدر تحييهم انت؟ وانا قلت انا بعمل معجزات، انا قلت لك انا بعمل معجزات. وهو ما قالش. مين قال لك كده؟ ابونا نفير رفض يطور معجزات. يا استاذ داوود رفض. يا استاذ ممدوح انا عاوزك يعني ريلاكس. انا بقول لحضرتك اتصلت بيه، عاوز رقم ممكن اديك رقمه الشخصي، اتصلت بيه. اديني رقم الشخص. انا هديك اخر ارقام، ثواني حضرتك اديني دقيقة واحدة بس وانا اديك الرقم، خليك معايا هنا. انت معاك رقم الاول؟ معاك رقم الاول اولا؟ اكيد يعني. طيب خليك معايا ثواني لو تكرمت، ثواني بس. خليك معايا ثواني. لو انت معاك رقمه في الاخر دقيقة واحدة بس، دقيقة واحدة. ثواني. اخر رقم ليه؟ لو انت معك رقم، انا مش هقول لك الرقم كام، 6. اخر رقم 91. هو انا بقول لك كلمته، انا متصل بيه من كام يوم. لا اديني الرقم كله، اديني الرقم كله. انا معلش انا ما اقدرش اديك الرقم كله لان الرقم ده امانه ما اقدرش اديهولك، لازم استاذن. إيه؟ لا ايه ده يا عمي، ايه ده؟ ريلاكس كله. انا عاوزك ريلاكس. انت بتقول معاك الرقم، انت لو انسان صادق ومعاك الرقم تقول لي الرقم صح او لا. انت ما معكش الرقم، انت لو معاك الرقم تقول لي نعم الرقم صح. انت ما معك الرقم، انت بس عاوز الرقم. خلاص فين؟ مش معايا الرقم. امال ليه حضرتك تكتب وتقول الرقم؟
عشان لما اكون انا اتصل بي انا اللي شخصيا. طيب يا استاذ الفاضل الكذب ده، اسمع ماذا يقول يسوع. انجيل يوحنا الاصحاح رقم 8 العدد 44، اسمع ماذا يقول يسوع على الكذاب: انت من اب وهو ابليس، وشهوات ابيكم تريدوا ان تعملوا. ذلك كان قتل للناس من البدء ولم يسبب في الحق، انه ليس في حق ما تتكلم بالكذب، فانما يتكلم بما له، لانه يسوع ان الكتاب المقدس يقول اين مصير الكذاب. انجيل رؤيا يوحنا 21:8 وجميع الكذبه فنصيبهم في البحيره يا سيدي عارفين الكذاب. طيب ليه بتكذب؟ ليه بتكذب وتقول معاك الرقم؟ ليه وانت راجل خادم، بتخدم في كنيسه، راجل دين، ليه تكذب؟ انا معايا الرقم، معايا الرقم. انت لا، انت مش لسه ما معكش الرقم، انت كل دقيقتين تغير. انت انا بقول لك اديني الرقم، بتقول لي لا اصل انت عايز الرقم. لا ازاي انا خادم مع ابونا نوفيل وعايز الرقم بتاعه؟ حضرتك قلت ازاي دي؟ انا حضرتك الاول قلت معاك الرقم، وبعدين بعد كده قلت لحضرتك اخر ثلاث ارقام قلت لي اديني الرقم، قلت لك اديك الرقم، انت مش معاك الرقم راجع. وحضرتك يا استاذ الفاضل قلت لك راجع، قلت لي معيش الرقم، رجعت في كلامك تاني معاك الرقم. عايز تعرف ايه؟ اللي انا بقول لك عليه انا هقول لحضرتك. انا هقول لك، لان انتوا الكنيسه القبطيه كامل سعادتك شويه نص على ذلك ما يقول انجيل الاصحاح، يقول يسوع وهذه الايه تتبع المؤمنين: يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنه جديده، يحملون حيات وان شرب شيء مميت لا يضرون ايديهم يبرؤون، يضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون. لماذا لم يستطيع ابونا نوفير او ابونا مجاري يونان ان يشفي المرضى؟ واذا انت بتقول الامر الرب اقول لك ممتاز، اذا ما فيش حد في الكنيسه المصريه بيعمل معجزات، انتوا شويه نصابين. انت حضرتك بتتكلم مع وسام عبد الله، وانا اسال في الكنيسه من هو وسام عبد الله؟ اسال البابا توادرس. انا اتصلت بالبابا توادرس وكذب وقال لي انا السكرتاريه. اعمل بحث في الانترنت الشيخ وسام عبد الله، عندي اكتر من 500 مناظره، عندي اتصالات على جميع الطوائف، عندي 3 اتصالات على البابا توادرس. تحب تسمع الاتصال على البابا توادرس؟ اسمعه لك، اسمعك البابا توادرس بيقول لي انا السكرتاريه، كيف تجتمع القداسه مع الكذب؟ البابا بيكذب ويقول لي انا السكرتاريه، والاتصال موجود على الانترنت، اتفضح، موجود على اليوتيوب. انت 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 العالم، انت العالم كله كذاب عندك كده. لا دي البابا كذاب يا استاذ الكريم، كذاب اما يقول لي يا استاذ الكريم، وانت اللي بتقول لي هتخش السماء. اسمعني، انا ولا هخش السماء، انا مش داخل السماء اساسا، ما عنديش حاجه اسمها هدخل السماء. اسمعني حضرتك، انا بقول لحضرتك كده، انا بتصل على البابا توادرس وبيقول لي انا السكرتاريه، ده كذب ولا مش كذب؟ مين قال لك البابا توادرس اللي رد عليه؟ خلاص اسمعك الاتصال، اسمعك الاتصال ثواني، اسمعك الاتصال، خليك معانا، اسمعك الاتصال، انا اسمعك الاتصال، خليك معاه واسمعه بنفسك انت. غرفة الحوار الاسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. اهلا وسهلا يا فندم، معذرة على الازعاج، ده كان تليفون نيابة الأندروس، معذرة حضرتك شخص آخر. أنا حضرتك أبو مريم من أمريكا يا فندم. أبو مريم؟ أه مين معايا يا فندم؟ ناخد بركة. ألو ما تسمع الاتصال، ما تسمع، اسمع الاتصال. ناخد بركة يا فندم. يا أستاذ اسمع يا أستاذ، أنا بكلم البابا وما تسمع، مش عاوز تسمع ليه؟ إيه؟ أنا بشغل. فين الاتصال؟ انا مشغله، اسمع ايه؟ مفيش، انا مشغله الان، ما انت سامعه ازاي؟ ما انت سامعه، انا مشغله الان، ما انت سامعه ازاي؟ مفيش صوت، انا سامع صوتك انت بس. ازاي سامع صوتي بس؟ ازاي سامع؟ مفيش صوت، انا جاي. طب خليك بس ريلاك، خليك معايا دقيقه واحده اقول لك، بص يمكن الصوت عندك، خليك معايا، استنى بس انا اشغله لك، خليك معايا بس ثواني، بس ثواني، انا بكلم حضرتك من نيويورك، ثواني بس انا اشغله لك بطريقه. من نيويورك؟ ايوه.
هشغل من نيويورك. اسمه وسام عبد الله. بس انت عربي. أيوة. انت عربي صح؟ ايوه انا امريكي من اصول مصريه. نعم بقولت لحضرتك انا امريكي من اصول مصريه. من اصول مصريه. نعم دي واحده شغلوا لك اهو وتسمعه بطريقه ثانيه. ثواني يعني عاجبينك بتاع امريكا اللي بيجوزوا المصريين؟ نعم. لا طبعا مش عاجبني. مين اللي قال لك عاجبني؟ ايه؟ لا طبعا غلط. غلط؟ طبعا. امال ايه؟ امال بيتم ليه؟ انت بتسالني انا ما تروح تسال الكنيسه هناك. اتفضل حضرتك اهو هشغله لك شوف قول لي في صوت ولا لا. ثواني بس. ثواني ثواني. بس يا ريت تسمع بس ثواني. شفت حضرتك؟ سمعت ولا ما سمعتش؟ سمعت ولا سامع اي حاجه؟ ازاي ما انت سامع؟ ولا سامع اي حاجه، انما احب اعرفك بالكنيسه القبطيه المصريه. أيوة. وافتخر بيها. اقرا تاريخ الكنيسه القبطيه واقرا معجزه الجبل المقطم. يا مصري يا مصري. سيبك من الافلام الهند دي، ولا في معجزات ولا ما فيش معجزات. اولا انتوا بتقولوا البابا كرولوس بيعمل معجزات، الشنودة مات ما حدش قومه من الموت. بتقولوا انتوا كنيسة المعجزات زي الكذاب ابو لمعة القبطي، ابو لمعة اللي يؤنس كمال وصدق ولا بند قد صدق، والكتاب المقدس بيقول لي يضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون، الكهنة بتموت وما حدش بيعمل لهم حاجة. سيبك من الافلام الهند دي بتاع المعجزات، انتوا ما بتعملوا اي معجزات. انا اقدر سالته الكاهن ما ماتش، الكاهن انتقل. انتقل فين؟ انتقل فين حضرتك؟ ايه؟ طب ليه ما عملتش معجزه؟ ايه؟ الكتاب بيقول ويضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون، ويضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون. لماذا لم تضع؟ انت اعمى، انت اعمى النظر والقلب. لا انت هتصدق ازاي وتعمل ازاي؟ هقول لحضرتك مش هتشوف. استنى بس، الاعمى النظر والقلب اللي بيعبد انسان ولا لا؟ اللي بيعبد انسان، انت بتعبد انسان، انا انسان قد كلمكم بالحق الذي سمع من. انت بتعبد انسان كان بياكل ويشرب ويتبول ويتبرز ومات في الاخر. انا انسان، انسان قد كلمكم بالحق الذي سمع من الله، لانه يوجد اله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الانسان يسوع المسيح. ايها الرجال اسمعوا هذه الاقوال، يسوع الناصري رجل قد تبرأ لكم من قبل الله بايات وعجائب صنع الله بيده في وسطكم كما انتم تعلمون. انت بتعبد انسان. انت تبع اي كنيسه؟ تبع نعم تبع اي كنيسه؟ انا فتحت كنيسه، انا اسمها كنيسه البلطوك، انا المؤسس بتاعها. إيه؟ حضرتك انا فاتح كنيسه اسمها إيه؟ فاتحها بقالي حوالي 25 او 27 سنه، اسمها كنيسه البلطوك، انا المشرف عليها. ايه 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 لحظه اسمها ايه؟ كنيسه البلطوك. انت شغال ايه في الكنيسه دي؟ انا المؤسس بتاعها. انت المؤسس بتاعها؟ ايوه. يعني اقدر اقول عليك زي البابا كده مثلا؟ لا البابا، لا البابا المعلومات بتاعتي ما عرفهاش البابا. البابا سالته مرتين هرب، مره بيقول للسكرتاريه ومره بيقول لي دي مكالمه. لا لا سألتها. انت 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 زي البابا كده؟ لا انا افضل من البابا، البابا ما عندوش المعلومات اللي عندي انا حضرتك. انت افضل من البابا صح؟
يعلم رب يعلم ربنا انت اللي لدي فيلم السهره بتاعي. انا فيلم السهره بتاعك. ايوه وبعدين ايوه هتكلم معاك. ها خليك اهلا وسهلا بيك. ليه بتعبد انسان يا مر؟ طب انا عاوز اسالك يا مرحب بيك. انا عاوز لا انا عاوز استنى بس انا عاوز اسالك سؤال في حساسيه شويه. الاله يسوع لماذا كان ليه قضيب؟ بتكلم بجد والله لا تريقه ولا استهزاء. ما لازمه القضيب للاله؟ اتفضل حضرتك. نعم ما لازمه القضيب للاله؟ لماذا الاله لجهاز تناسلي؟ لماذا؟ اتفضل. تضحك ليه؟ هو يسوع كان مخنث؟ مش كان لجهاز تناسلي؟ مش الكتاب المقدس بيقول كان ذكر؟ مش الكتاب المقدس؟ طب انا غلبت في السؤال ده. جاوب عليا انت. انا جاوب عليا انت. اقول لحضرتك اديني المعلومه دي. اقول لحضرتك الجهاز التناسلي اولا للرجل، هو كان رجل طبعا، عشان في اولا نداء الطبيعي يتبول به. الحاجه الثانيه للجماع. فهمت حضرتك؟ لو انت حضرتك بتعتقد امال هو كان يعني لما اخذ مدلايه يعني شايله كده زي ما كنت شايل ميداليه في ايده. انا بسال حضرتك سؤال بدون تريقه ولا استهزاء. ما فائده جهاز تناسل الرب؟ ايه الفائده بتاعته؟ لماذا تم الطاهر وعنده 8 ايام؟ اتفضل حضرتك رد عليا. انت بتعبد انسان انسان ذكر. قال لي ماشي 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 ماشي. مش قول في سهره السهره عسل معاك انت. ليه الاله ليه قديم؟ ليه الاله ليه قديم؟ انت بتعبد مين؟ انا بعبد الله سبحانه وتعالى، ما بعبدش انسان. انت بتعبد انسان. الكتاب المقدس يعني انا هقول لحضرتك يعني يسوع المسيح مش الله. فين في الكتاب المقدس؟ طب انا اقول لحضرتك اين قال يسوع عن الله؟ عندما سأل رئيس الكهنه يسوع عن ايمانه قال انا تكلمت مع الناس علانية، انا اعلنت كل حين في المجمع والهيكل حيث اجتمع اليهود دائما وفي السر لما اتكلم بشيء. يسوع يقول من فمك أدينك أيها العبد الروش. طبعا العبد الروش فيه مخطوطات، وكل مخطوطة حضرتك بتختلف حسب القراءة. طبعا أنت ولا قارئ في النقد النصي أو النقد الكتابي ولا أنت فاهم بقول إيه. في بعض المخطوطات بتقول للكلب الشرير، العبد الملحوس، العبد المنتوش. بس المهم هنا، المهم الشاهد من هنا، من فمك أدينك. كمان يسوع يقول إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي. كمان بولس يقول انظروا ألا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة بغرور باطل حسب تقليد الناس وليس حسب المسيح. بولس يلخص العقيدة كلها ويقول الإيمان بالخبر والخبر بكلمة المسيح. اتفضل حضرتك عندك 27 سفر أين قال يسوع عن الله؟ يسوع بالنسبة ليك هو إيه؟ أنا بسألك يسوع بالنسبة لي أنا يسوع بؤمن بيسوع كما قال هو. يقول أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمع من الله. الإنسان يسوع ده هو ما قال. مش أنا اللي بقول من فمك أدينك العبد الجبان. مش أنا اللي بقول، الكتاب بيقول كده من فمك أدينك العبد الروش. فهنا يسوع بيقول أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمع من الله. حتى بولس نفسه يقول لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان. الإنسان يسوع المسيح. بطرس يقول أيها الرجال الإسرائيل اسمعوا هذه الأقوال. يسوع الناصري رجل إنسان قد تبرهن لكم من قبل الله بآيات وعجائب صنعها الله في وسطكم كما أنتم تعلمون. أنا عاوز أقول لك حاجة. أنت عرفتني منين؟ ها؟ عرفتني منين؟ لا مش سيبك من عرفتني، خلينا نكمل السهرة لو سمحت. لا 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 ده مش هجاوب عليك ولا أرد عليك وممكن أقفل معاك المكالمة دلوقتي. أنت عرفتني منين؟ انا عرفتك منين؟ الروح القدس. الروح القدس عندك رقم ايه؟ ايوه الروح القدس مش رقم واحد، عندي 3 ارقام لك. تحب عدد؟ لا اهو. طيب ريلاكس ريلاكس. اتفضل خليك معايا بس، ما خليك ريلاكس كده، شيل اوت كده شيل اوت. بقول لك ايه بس استنى انتظر. لحظه ثواني بس. انا ثواني بس اسألك سؤال بخصوص الروح القدس وتجاوب عليه دلوقتي حالا. هجاوب بس ثواني. انت رقمك اول رقم بينتهي ب 900، ثاني رقم بينتهي 393، ثالث رقم بينتهي 535. شفت بقى؟ من الروح القدس. امال ايه؟ لا الرقم ده مش من الروح القدس، الرقم ده من الفيسبوك، انا حاطه على الفيسبوك.
مش فتاكه هي. انا بقول لحضرتك انا قاعد دلوقتي في اوضه. أيوة. في غرفه. أيوة. فيها اثنين. أيوة. فيها اثنين شخصين معايا. ممتاز. شخصين معايا انا ومين؟ خلي الروح القدس يجاوبك. لا انا ما... لا, لا, لا 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 تجرب. ايه ده ايه ده؟ هقول لك كده. ما تعمل المعجزه يا بابا. مش انت البابا بتاعت ايزا بتاعتكم؟ لا لا انا مش البابا. انا رتبه اكبر من إيه البابا. لا ليه؟ اسمع لا ليه؟ يا عم اعمل اعمل يا عم اصبر بس اصبر. هجيب لك الاجابه الصحيحه. هجيب لك. انت مش عايز معجزه؟ لا تجرب الرب الهك. القدس عتقرك. لا تجرب أنا الرب. عايزك تعرفني. لا تجرب. انا عايز اخلي الروح القدس بتاعك يقول لي ويقول لك انا قاعد انا ومين دلوقتي. لا تجرب الرب الهك. لا تجرب الرب الهك. يعني. ليه عايز ابونا نوفير يقوم 10 كهنه ماتوا؟ احسن. ما لا تجرب الرب الهك. شفت انت بقى احسن. ليه عايز البابا يعمل لك معجزه؟ لان هو نصاب وحضرتك كمان بتاكد ان هو نصاب. اللي انت قلته الان بيثبت ان هو نصاب. ليه هذا النصاب يقول اي معجزه؟ المعجزه اللي انت عاوز اعملها. عرفت بقى ان هو نصاب وكذاب؟ طب عرفت بقى ان انت برضه نصاب بتقول لي الروح القدس لا ابدا ابدا. انا بقول لك انا سيريس الروح القدس إيه؟ ده انا نعم الروح القدس اللي ده قال لا يعني هم نصابين يبقى انت نصاب. انا النصاب. دخلت الروح القدس. ايوه دخلت الروح القدس. ايوه اللي انت ما تستاهلش تنطق اسمه بلسانك. ايوه وبتقول هو اللي جاب لي رقمك مع ان رقمي انا حاطه في صفحتي على فيسبوك. طب يعني دقيقه واحده ريلاكس بس. ليه يا راجل يا طيب؟ الروح القدس حمامه يا راجل يا طيب. الروح القدس حمامه والرب خروف. ايه المشكله؟ وهؤلاء سيحاربون الخروف والخروف ينطحهم لانه رب المعيز وملك الادغال. وبعدين ورأيت الروح القدس نازله من السماء كحمامه. مش ده اللي بيقوله الكتاب ولا انا غلطان حضرتك؟ مش ده احنا عارفينه. احنا عارفين الحاجات ده كلها وانت عارفين يعني انت متاكد عارف النص وعارف النص فين؟ وهؤلاء سيحاربون الخروف والخروف ينطحهم لانه رب المعيز وملك الادغال. تقدر تقول النص ده فين لو سمحت؟ انت عارف لا. ها؟ انا بسالك الان. انت لا 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 انا هعيد النص تاني. انا هعيد النص تاني. حضرتك قلت لك يسوع يقول ان وهؤلاء سيحاربون الخروف والخروف ينطحهم لانه رب المعيز وملك الادغال. انا عاوز حضرتك تقول لي النص فين. انا عايزك تحكي لي على المعجزات اللي انت عملتها. لا 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 قول لي النص فين وانا تحت امرك. فين النص ده؟ لا 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 قول لي على المعجزات اللي انت عملتها. مش انا قلت لك انت هتسلمني لا دي تسلمني. فين النص ده؟ وهؤلاء سيحاربون الخروف والخروف ينطحهم لان رب المعيز وملك الادغال. انا اتحداك تقول لي رقم النص. اذا كنت انت راجل خادم مش عارف يا سيدي. لا مش عارفه من غير ما تتحداني. يعني عارف. انت ما تعرفش حاجه. ما اعرف ما تعرف. اعرفش بس عايزك تحكي لي على معجزه انت عملتها. انا هقول من عينيا. زي ايه؟ زي معجزه الروح القدس اللي عتق الرقم بتاعي. طيب ممكن تحكي عليا معجزه تاني. طيب انا هجيب لك. انا قبل ما اجاوبك على السؤال اللي انت قلت ده انا عندي ثواني دقيقه واحده بس. في عندي كم نص عاوزك تقول لي النصوص دي موجوده فين وانا تحت امرك هجاوبك على اللي انت عاوزه. ايه رايك؟ بتضحك ليه؟ ايه انت بتضحك ليه حضرتك؟ مبسوط. مبسوط جدا بمعرفتك. وانا لا اسمك ايه بتقول لي؟ انا اسمي وسام. يوسام؟ لا 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 وسام. وسام وسام. شوف يا واد ولا بيت كده؟ انا واد ولا بيت؟ انت قليل الادب. انت راجل وليه قديم. عرفت بقى انا راجل ولا ست؟ وانت راجل حمار وعلى مستوى كبير كمان. لان انا بقول لك وهؤلاء سيحاربون الخروف والخروف ينطحهم لانه رب المعيز وملك الادغال. وانت بتقول ايه؟ مش عارف النص فين. لان انت فعلا لان انت خروف. الكتاب المقدس يقول ايه؟ وعلى فهمك لا تعتمد. الكتاب المقدس يقول اما الانسان ففارغ عديم الفهم وكجحش الفرى يولد الانسان. سمعت؟ بس طبعا حضرتك مش جحش الان انت حمار اكيد يعني اترقيت بقيت حمار. سفر الجماعه كمان ما بيفرق بينك وما بين البهيمه. والله كله من الكتاب المقدس ما بسيبك. الذي سبك هو كتابك.
سفر الجامعة الإصحاح 3 العدد 18 قلت في قلبي من جهة أمور بني البشر إن الله يمتحن ويري إنه كما البهيمة هكذا هم. سمع البهيمة؟ لأنه ما يحصل بني البشر يحصل للبهيمة، وحادثة واحدة لهم، موت هذا كموت ذاك، ونسمة واحدة للكل، فليس للإنسان مزية على البهيمة. سمع البهيمة؟ لأن كلاهما باطل. من اللي سبك الوقت؟ أنا ولا كتابك المقدس؟ أسمع منك رب. كتابك المقدس، كتابك اللي بيقول ان الانسان بيتولد حمار. طب وانت كتابك المقدس شكله ايه بقى؟ انا كتاب المقدس بيقول ايه؟ انا كتاب المقدس غير كتابك المقدس. الكتاب المقدس بتاع القرآن الكريم. عرفت ايه كتاب المقدس؟ انت بتعبد انسان، انسان كان ياكل ويشرب ويتبول ويتبرز. انتوا كنيسه كدابه، انا مسميكم كنيسه ابو العربي. روح قول لابوك وقول لاي واحد في الكنيسه عندك، ابحث على الانترنت عن الشيخ وسام عبد الله، اسمع الاتصالات على الكنيسة الارثوذكسية، اسمع حروب البابا تواضروس الكذاب، كيف تجتمع القداسة مع الكذب. سمعت يا جحش؟ والله انا ما بشتمك، الكتاب اللي بقول لك كده. ولو عندك ذكر في الكنيسة المصرية يستطيع يناظر جيبهولي. ماشي يا استاذ جحش، انت ممدوح لمعي. يلا مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله. مبسوطين يا عم؟ مبسوطين؟ مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوج. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. الله اكبر، تكبير كل قلب. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله، الحمد لله. حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود يا من جل قدرا، جل قدرا. لك الحمد طوعا، لك الحمد فرضا، وثيقا عميقا، سماء وأرضا.